أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك كتاب يهتم بالأسماء والصفات تنصحون به الطلاب؟ وما رأيكم في كتاب القواعد المثلى في معرفة أسماء الله الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟ طيب، كتاب طيب، ومؤلفه عالم جليل بلا شك أنه طيب ومفيد، جزاه الله خيرا. والأسماء والصفات منتشرة في القرآن الكريم، تقرأ القرآن الكريم وتجد فيه من الأسماء والصفات الشيء الكثير. وهناك كتاب للإمام ابن خزيمة اسمه التوحيد، أيضا ذكر فيه ما ثبت لله من الأسماء والصفات، توحيد لابن خزيمة، وهو كتاب جليل. نعم. وكذلك الواسطية والحموية والتدمرية كلها في هذا الموضوع، في الأسماء والصفات. نعم.